سلام جوه 18 مش متعود يعمل كده اصلا. ايوه واول مباراه في حياته في حياه الفرقتين انه يستلم الكره مثلا زي دي جوه 18 طبعا. فحتى لما تحصل في البطوله هتلاقي مش طبيعيه على عينينا كمان واحنا بنتفرج. لا ولو يعني حصل ضغط على المدافع وهو بينزل يستلم من حارس المرمى وحصل ضغط عليه ممكن المهاجم يتلخبط منه الكوره ويزينا يبقى ما فيهاش دي ممكن نستفيد منها من محمد صلاح في الناحيه الثانيه عندهم ايوه بالظبط ممكن نستفيد منها لو هم اخطاوا الخطا. طيب يعني معلش خلينا نعرف برضو ماذا يحدث في استاد القاهره من ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد قلبه. محمد ازيك؟ كابتن اسلام برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام كمان. الله يخليك طبعا وجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. يا بختك الاول اللي انت في استاد القاهره. طبعا احنا انا في الاستاد تقريبا يا كابتن من الساعه 11 الصبح. 11 الصبح تقريبا عشت جميع الاجواء من اول الدخول من طب انا عايزك تحكي لي من الساعه 11 الصبح محمد لغايه احمد ايمن منصور وايمن اشرف. والله يا كابتن اسلام خليني اقول لك طبعا ان هو يوم استثنائي يوم مهم جدا جدا. طبعا الناس بدات تتوافد. انا تقريبا شفت ناس جمهور الدرجه الاولى والمقصوره كان متواجد قبل على الظهر تقريبا بيحاول يدخل الملعب. طبعا كان في اجراءات امنيه مشدده جدا. الدخول كان من يعني الدرجه الاولى ويمين وشمال كان من عند ال رشدان، الدرجه الثانيه من بوابه يوسف عباس والبانوراما طبعا، والدرجه الثالثه برضو من البانوراما. اجواء طبعا الاستاد بدا يعني بدا يتميل الجمهور حوالي الساعه 3 4 من الساعه 3 بدات الناس تتوافد بكثافه. تقريبا الساعه 6 كان نص الاستاد مليان او 7. دلوقتي اعتقد ان هو بنسبه 90% او 95% من الاستاد مفيش مكان، كل الجمهور متواجد، المدرجات مليانه عن اخرها. طبعا اجواء رائعه جدا جدا، حتى قبل بدايه حفل الافتتاح كان الجمهور كله يعني كرنفالات كده شبه المنظر اللي احنا كنا شفناه كابتن في 2006. اعتقد هو منظر مماثل جدا. طبعا استاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجد في مقصوره البي اي بي في استاد القاهره، وطبعا اعلن عن انطلاق حفل الافتتاح اذانا طبعا ببدء بطوله كاس الامم الافريقيه. وطبعا الحفل الافتتاح الناس كلها مبسوطه بيه جدا، يمكن تواجد اعلامي كبير في مقصوره الصحفيين سواء قنوات او يعني وسائل اعلام اجنبيه او عربيه او حتى مصريه بكثافه. اعتقد الحدث بيحظى باهتمام اعلامي كبير جدا، وان شاء الله المنتخب يفرحنا النهارده ويقدر يروح الناس دي كلها مبسوطين. طيب عرفنا دلوقتي ان كان احمد ايمن منصور هو اللي هيبدا هذه المباراه. فجاه حصل تغيير، ايمن اشرف اصبح هو من سيبدا هذه المباراه. ماذا حدث لو عندك علم؟ والله يا كابتن احنا حتى الان يعني مفيش معلومه مؤكده هو كان مين اللي هيبدا بالظبط. احنا بنحاول نتحرى الدقه طبعا قبل ما اقول معلومه لحضرتك علشان احنا مسؤولين عن كل كلمه بنقولها. لا بس كل الناس يعني ده حتى على الموقع الرسمي للاتحاد كل حاجه اتقال عليها ان احمد ايمن منصور هو اللي هيبدا المباراه. لا اعتقد ممكن يكون خطا او حاجه، انا برضو مش عاوز اجزم ان هو خطا. لكن في النهايه احمد يعني دلوقتي مين اللي هيبدا المباراه؟ دلوقتي ايمن. انت شايف ايمن بيسخن بنفسك؟ ايمن ثواني يا كابتن. معلش خلينا نتاكد برضه مفيش مشكله يعني. طبعا يعني انت عارف الاجواء هنا طبعا. الله يكون في عونكم الله يكون في عونكم. صعبه شويه بص لنا بصه كده على الاستاد. هو قاعد لوحده في الاستاد طبعا. اللعيبه في الملعب دخل في مكان ولا حاجه عشان يعرف يتكلم معانا. لكن الحقيقه كل الناس بتتكلم على ان ده كابتن سمير يا كابتن ابراهيم. ايمن اشرف هو اللي هيبدا يا كابتن. ايمن اشرف اللي هيبدا. ايمن منصور بيتخن طبعا مع بقيه الزملاء. يعني اذا تشكيل منتخبنا الوطني ايمن اشرف هو اللي هيبدا ناحيه الشمال وليس احمد ايمن منصور. طبعا كل حاجه هتتقطع دلوقتي اول ما هيخش ناحيه الجمهور والحاجات دي. طيب هو ده يعني لو عرفت اي حاجه قلبه عن موضوع